اسمي نوال، ساكن بال40، عدد أولادي 2، زوجي يشتغل عامل أي حاجة، يعني يشتغل، يعني وقت يشتغل وقت راقد، وقت معانا وقت معاناش، على حسب الوضع. الحمد لله. والمنطقة إن إحنا عايشين في منطقة ضرب قنص، لا يوجد عندنا إحنا بقائل، يعني نروح نروح الدكان ما فيش سوق، عندنا المتعب نسأب بالدباب، والطريق يعني مشقداف، ما فيش يعني متصلش السيارة لعند البيت. بنتي اسمها أشجان، عمرها 1 سنة. والله من طفولته كان انتم واحدة تعبان، الكبيرة تعبان، ولدت جلست ساعتين وماتت، بقي هذا الصغير. بعدين كنت رحت أعمل رحلة التلقيح الأول والثاني، قال لي بينس وتغذية حد، كنا نأكل عيالنا ونحن نصوم ناكل العشاء بس، وجبة واحدة بس. بعد ما جبت لها دي قالوا سوء التغذية، قبلوا لي التغذية، قال لي مارسي دائما أقري عندهم. بعد ما استخدمت التغذية هذه يعني في تحسن الحمد لله. اللي كانوا بالمركز الوفاء الحمد لله تعاملوا معي كانوا متواضعات مع الطفلة ومعي الحمد لله مبسوطة. كان يعني من قبل أشوف يعني الفرق بين ما كان أول والحين، الحين الحمد لله يعني رجع تمام، أتحسن وضعه، كبيرة شوية. المشروع نفع الناس بالذات سوء التغذية للأطفال، يعني نفع الأطفال اللي فيهم سوء التغذية، والنسوان الحوامل نفعهم. أشكر منظمات أطباء حول العالم وجمعية الوصول الإنساني على ما قدموه، اهتموا ببنتي وبصحته، وأشكرهم ألف شكر وجزاهم الله ألف خير.